اهلا بيكم. النهارده هوريكم وصفه باللحمه المفرومه والبطاطس، بس هنعملها بطريقه شكلها مختلف وطعمها بجد حلو جدا. اول مره جربتها قلت لازم اشاركها معاكم. هي تغيير عن صينيه البطاطس باللحمه العاديه، طعمها جميل وشكلها كمان حلو قوي في التقديم. يلا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه هنبدا بيها هي البطاطس، بما ان هي بتاخد اكتر وقت فهنقشرها ونقطعها قطع كبيره كده ونسيبها في الميه تغلي لحد ما تبقى طريه ونقدر نهرسها. واثناء ما البطاطس بتسلق هنحضر بقى كرات اللحم او الكفته. حطيت هنا نص كيلو لحم بقري مفروم وزودت عليه بصله مفرومه ناعم او مبشوره بالمبشره، وعليها نص كوبايه من البريد كرامبس او اي عيش متحمص ومطحون في الكبه، ده بيدي طراوه لكرات اللحم. وزودت عليها كمان معلقتين بقدونس مفروم ناعم وفصين ثوم مهروسين، وبعدين زودت توابل الكفته اللي هي كمون وكزبره وزعتر وسماق وشويه قرفه صغيرين وبابريكا وبودره ثوم وبودره بصل، ربع معلقه صغيره من كل واحده، وهنكسر عليهم بيضه واحده علشان تمسك الحاجات مع بعض. وكل المقادير هتكون مكتوبه تحت الفيديو في صندوق الوصف، ونزود كمان شويه ملح وفلفل اسود ونخلطهم بقى، نعجنهم كده مع بعض لحد ما العجينه تتلم معانا، بحيث ان احنا ما نعملها كوره تبقى ماسكه في نفسها وما تتكسرش. هبتدي اخد جزء كده من اللحمه واعمل الكور يكون حجمها متوسط زي ما انتم شايفين كده، كمل لحد ما اخلص كميه اللحمه كلها. وبعدين دلوقتي هحمر كرات اللحمه او الكفته. هسخن في الصينيه معلقه زيت او سمنه او زبده زي ما تحبوا، واحمر كرات اللحم من كل جانب لحد ما تاخد لون ذهبي وتبقى مقرمشه كده من بره. كده شكلها بيبقى احلى في التقديم، احسن ما ندخلها الفرن على طول، وفي نفس الوقت هي حتى لو ما استويتش بالكامل من جوه هتكمل سوا في الفرن. لما يبقى لونها حلو كده من كل الاطراف، كده خلاص خلصنا كرات اللحم. ونرجع بقى تاني للبطاطس اللي المفروض انها اتسلقت. الاول هرستها كده بالشوكه زي ما انتم شايفين. انا هتبلها الاول عشان اديلها طعم بشويه ملح وشويه فلفل اسود، وهزود عليها معلقتين زبادي. ممكن تستخدموا كريمه لو الزبادي اللي عندكم طعمه فيه حموض عاليه استبدلوه بالكريمه، بس الزبادي اللي عندي ده طعمه كويس. زودت عليها كمان معلقه حليب وفص ثوم مفروم. الاضافات دي هتخلي البطاطس قوامها ناعم وكريمي وطريه، وفي نفس الوقت يبقى ليها طعم. وبشرت كمان شويه كويسين من جوزة الطيب، انا بحب طعمها قوي مع البطاطس المهروسه. وهقلب دول بقى كده مع بعض. انتوا ممكن تكتفوا بالمرحله دي، يعني تخلوها بس شكلها مهروس كده وتفردوها في الصينيه، او ممكن تخلوها كريميه قوي بانكم تخلطوها كويس سواء في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انا عملت كده. ده هيخليها في الاخر قوامها هتشوفوها واحنا بنغرفها هتبقى عامله زي الكريمه. لو بتفضلوها قوامها شويه خشن مش مفرومه ناعم قوي، مش لازم تعملوا خطوه الخلط دي، اكتفوا بانكم تهرسوها بالشوكه. هنجهز بقى الصينيه اللي هنحطها فيها ونصب جواها البطاطس ونفردها لحد ما تبقى طبقه متساويه كده عشان ما فيش حاجه منها تتحرق في الفرن. وهنرص جواها كرات اللحم اللي احنا عملناها او الكفته ونسيب بينهم مسافه. احلى حاجه في الوصفه دي ان هي طبق واحد كده هو فيه الغدا كله، ممكن تقدمه جنبها سلطه او شويه خضار وخلاص، انما هي فيها البطاطس النشويه بتاعتها واللحمه وشكلها حلو جدا، هتشوفوا في الاخر شكلها في التقديم. بعد ما رصيت كرات اللحم كلها هصب بقى شويه من صلصه الطماطم فوق كل واحده. دي صلصه الطماطم العاديه اللي بتعملوها المكرونه، اللي بتعملوها البيتزا، صلصه طماطم عاديه يعني. صبيت شويه كده فوق كل واحده وزودت عليها من فوق شويه جبنه موتزاريلا مبشوره، برده ده اختياري، اللي عايز يحط اي نوع جبنه تاني او ما يحطش جبنه خالص زي ما يحب. شايفين شكل الطبق بتاعنا بقى جميل ازاي؟ هدخلها بقى الفرن. هي اصلا اغلب الحاجات مستويه فمش هتاخد وقت كتير، انا هسيبها بس لحد ما الجبنه تسيح وتاخد لون كده خفيف من فوق. وادي شكل الطبق بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. زينت الوش بشويه بقدونس مفروم وكمان شويه ريحان كان عندي مقطعه حتت صغيره، والطعم بقى والريحه بجد حلوه جدا، يعني تنفع في العزومه، شكلها مختلف حاجه جديده. شايفين وانا بقدمها البطاطس قد ايه كريميه، يعني بجد احنا كلنا الصينيه دي كلها في نفس اليوم. طعمها حلو قوي قوي، وفص الثوم وشويه جوزة الطيب والحاجات دي مخليه البطاطس طعمها جميل. شوفوا لما افتح الكفته ده السوى اللي احنا بنحبه، ما بحبهاش تنشف قوي من جوه، يكون لسه فيها عصاره شويه. والبطاطس البيوريه فعلا خفيفه جدا وكريميه.
أكلة جميلة وسهلة وتغيير عن صينية البطاطس باللحمة العادية. أتمنى أن الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، قولولي رأيكم فيها في الكومنتات، ولو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واشوفكم تاني إن شاء الله في فيديو تاني قريب، وباي باي.